هاي جايز، أنا اليوم بالجامعة الأمريكية ببيروت. كان عندي مشوار وحبيت أورجيكم الجامعة من جوا، وكمان متحف الجامعة اللي هو ثالث أقدم متحف في منطقة الشرق الأوسط. هذا هو المتحف. هذا هو المدخل تبع المتحف for free طبعا. هذا هو المتحف من جوا، وفي أول ما تفوتوا على باب المتحف جزء شجرة أرز كتير قديمة، يعني قدروا عمرها حوالي 300 سنة، من خلال عدد الحلقات الموجودة فيها. وبيعتقدوا إنه ماتت أكثر من 7760 سنة. طبعا المتحف هذا بيختلف عن المتحف الوطني، فيه آثار من 7 دول، يعني يعتبر متحف إقليمي. فيه آثار من سوريا، من مصر، إيران، قبرص، العراق، الأردن. وهون في فرق لشخص كان عنده مرض استسقاء اللثة، هاي بتخلي الأسنان يتخلخلوا ويهروا، فلكشو كان عامل لحاله مثل تقويم مثبت فيه أسنانه، ومثل ما كاتبين إنه هذا الفك بيرجع لشخص قامته كتير طويلة. يعني طب التقويم كان من قديم كتير، نحن ما عارفين طبعا بأدوات بدائية كتير. وهون هاي الصبغة الفينيقية الأرجوانية، من قبل بهذاك الوقت الثياب الملونة كان يلبسها غير الملوك والكهنة. عامة الشعب ما كان يقدر يلبس الثياب الملونة لأنه الصبغة كتير غالية. هون في أدوات مصنوعة من الحديد، يعني عبارة عن فؤوس وحربات. وهون كمان أسلحة حديدية. وهون في أدوات طبية، أغلبية أدوات طبية. وهون في قطع من العاج والعظم، على الأغلب يعني هاي قطع فنية. هون دبابيس، قطع تجميل. هون قطع للزينة، كانوا يتزينوا فيها. هدول دبابيز على الأغلب للشعر يعني، أو شيء هيك للتياب للشعر. وهون في مجوهرات، هدول الأساس كانوا يتزينوا بوقتها. كمان هون في أدوات تجميل، شو حلوين هاي هدول كلهم.
هاي البيس تبع المرايا، او ما بعرف اذا بيس او كانت يعني صار هيك لونها بوقتها، ما بعرف انه تغير لونها مع الوقت او شيء، او هي كانت مروا فيها، ما بعرف. هون في قلادات. كمان يتزينوا فيها. هون في قطع السراج، منا من العصر البرونزي، في منا من الفترة اليونانية الرومانية، وفي منا من العهد الإسلامي. وهون في أختام كانوا يستعملوها، هاي المعجونة حاطينها لحتى يبين كيف شكل الختم. هاي هن الأختام، هدول هن. وهدول عملات نقدية رومانية، وقت يهوذا خان السيد المسيح وسلمه قبل العشاء الأخير مقابل 30 قطعة فضية. بديك الفترة ما كانت لسه موجودة عملة فلسطين الحالية، ويفترض إن العملة اللي كانوا يستعملوها هي نفسها عملة سور الفضية، هي يعني اللي بتشبه هاي العملة. هون في ألواح مكتوب عليهم باللغة اليونانية، كمان هون في هدول الباص جابون من مدينة تدمر من سوريا. كمان في نفسهم ذاتهم موجودين بمتحف دمشق، أو يعني شي شبيه فيهم. هدول هم الموجودين بمتحف دمشق. كمان في شيء مثير للانتباه، شيء بيضحك كمان، إنه لقوا باص مكتوب عليه يعني الانسكريبشن أو الشرح تبعه، لا إنه اكتشفوا إنه هو فيك، هذا هو. مثلا يعني هون هذا الباص هون كتابة أو لغة حقيقية موجودة عليه، أما هذاك يعني ما أنا لغة حقيقية أبدا. ما بعرف إذا الشخص يلي نشأت الباست هو هيك كتب أي شيء عليه، أو بعدين حدا مثلا لقاه وكتب أي شيء، ما أنا معرف. هاي الشجرة الجذور تبعه لهوائية، هدول هم الجذور الهوائية، هدول معهم أغصان. بتعرفوا شو أحلى شي بالجامعة الأمريكية ببيروت؟ إنه فيها كتير قطط، يعني جنة قطط حرفياً. الجامعة فيها يارد أو حديقة كتير كتير كبيرة،
وفي أنواع أشجار كتير مختلفة كتير حلوة. هلا في شيء إنه في عالم ما كتير بتعرفوا إنه الجامعة كتير كتير قديمة، يعني هي من أيام الانتداب، أسسوها عام 1866. هلا أول شيء كانوا بدهم يأسسوها بمدينة حمص، وعلى الأغلب بوادي النصارى، لأنه هي الجامعة كان لها طابع مسيحي تبشيري أول ما أسسوها بهديك الأوقات. بس ما بعرف ليش، أو ما حدا يعني عنده فكرة إنه ليش غيروا رأيهم وبعدين أسسوها ببيروت. أول شي كان اسمه الجامعة الإنجيلية السورية، لأنه بهداك الوقت كانت لسه لبنان من سوريا، من ضمن سوريا الكبرى، ما كانوا لسه مقسمين الدول سوريا ولبنان فلسطين والأردن. كيف بقلب حديقة الجامعة هاي الشجرة المعمرة يلي اسمها مثل ما كاتبين كوباي نورا، نوع من أنواع الفيكس، فيكس ريتيرزا هيك كاتبين أو ريتيرزا. كانت هو ملعب الجامعة لحاله اجاز لحاله ليش كنت عم تطلع عليك؟ رويت أول البيت بيتها وحطن سمعت كيس صوت بدي قاعدة شو قلت لحالك قاعدة بحطني لا 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 ل